مع مرور الوقت آلت دول التحالف العربي إلى دول منسحبة وأخرى ضعيفة، خصوصاً بعد أن رفع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة تقريراً يتهم السعودية والإمارات بارتكاب انتهاكات ترقى لجرائم حرب. لقد كان ذلك سبباً رئيسياً آخر في انسحاب بعض الدول من المشاركة، وأصبح المسمى الأقرب للتحالف وتحالف الرياض أبو ظبي بعد فقدانه الصفة العربية والإقليمية. نذكر جميعاً التحالف بدأ بأكثر من 30 دولة، وكان فيه دول زي الباكستان زي السنغال وفيه مصر وفيه دول كثيرة جداً، ولكن كل ما طالت الحرب كل ما انسحبت هذه الدول من التحالف. الآن الباقين في التحالف السعودية والإمارات، والإمارات تعلن طبعا كذب تعلن انسحابها، لكن هي لازم لا تزال موجودة بصورة أو بأخرى من خلال يعني مجامعها، لكن الآن السعودية هي المتورطة الأكبر، والإمارات تعلن يعني انسحابها وإن كانت لا تزال موجودة، لكن هذه الحرب أثبتت الفشل وأثبتت فشل كل الأطراف. الأمريكان طبعا استفادوا منها تجارة سلاح، البريطانيين تجارة سلاح، الفرنسيين، وكانوا داعمين بمستوى، ولكن الآن هم يلاحظون أن العملية يعني أدت إلى كارثة ودمرت شعب ودمرت إمكانيات شعب وحولت اليمن إلى أكبر مأساة في القرن 21، ولكنها لن تحقق أي نتيجة لحلفائها.